الحقيقة يعني قانون 13 استثمار، يعني قانون الاستثمار 13 لسنة 2008 اكو خلل في ناحية الإشراف، واحنا هذا المجمعات السكنية في المطرة اللي سبقت هذه المطرة كانت معاناة حقيقية، كنا متواجدين هناك وكانت حلولنا هم يعني بشقين، شق آني وشق يعني بعيد الأمد. الشق الآني احنا وجدنا حلول لتصريف المياه وكذلك طبقات من السبويس لكي يعني المواطنين يقدرون يستأنفون حياتهم الطبيعية، هذا أكملناه. كذلك يعني شكلنا فريق عمل وأخذنا تعهدات سقف زمني خلال هذه الصيف راح تكمل جميع البنى التحتية لهذه المناطق المجمعات اللي ذكرتيها، على أن تقوم دائرة المجاري بربط هذه النقاط مع منظومة السحب اللي موجودة حاليا.